السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة زاد المعرفة السليمة، حياكم الله. من بين العوامل اللي كتأثر يعني المشاهد ديال الفيديو انها كتخليه انه يبقى اكبر وقت في يعني كيشاهد الفيديو ديالك، هي المقدمة، هي الانترو. اليوم غنمشيو نكتشفوا واحد التطبيق اللي هو يعني رهيب جدا يعني في صنع المقدمات، يعني تطبيق بالمجان، تطبيق يعني سهل الاستعمال ويعني وسريع جدا. هذا التطبيق هذا هو الفي ان. الفي ان يعني غتمشي فوق بلاي ستوري، غتكتب الفي ان وغتنزلو على الهاتف ديالك. انا يعني غندخلو مباشره اننا نكتشفوا هذا التطبيق هذا. كنمشيو كنكليكيو على الفي ان بعد ما يعني كيكون عندنا منزل على الهاتف ديالنا، كندخلو يعني الواجهه وكنمشيو للاسفل يعني في الوسط تقريبا، يعني كنكليكيو على زائد. كتبنا يعني التطبيق بهذه الواجهه هذه. الى بالكم الاشهار يعني خليوا الاشهار تيسالي وتخطاوه، ما بالكمش الاشهار يعني كدوزوا مباشره كتكليكيو على تيمبلايت. كتكليكيو على تيمبلايت، كتبنا يعني هنا كتبنا على الواجهه مجموعه ديال لي داونلود، يعني مجموعه ديال الفيديوهات. هاد الفيديوهات يعني كل واحد على حسب المحتوى ديالو، كل واحد يعني كيفاش غتعجبو المقدمه اللي غادي يستعمل. غناخدو يعني على سبيل المثال الاول، غنشوفوه يعني غنكتشفوه عجبنا ما عجبناش، يعني غادي نكتشفوه. يعني هو الطول ديالو تقريبا 13 ثانية، يعني غادي نخرجو منو غنمشيو نكتشفو واحد اخر، غادي نشوفو شنو هو التطبيق اللي يقدر يعجبنا ولا شنو هي المقدمة اللي ممكن اننا نديروها الفيديو ديالنا وتماشى مع المحتوى ديال الفيديو ديالنا ومع العناصر ديالنا. غادي نخرجوا من هذا، غنمشيو نقلبوا على واحد اخر بار اكزومبل، هذا اللي الطول ديالو تقريبا 13 ثانيه. ناخذوا على سبيل المثال اسفل، يعني ديالنا واحد النافذه يعني بلون تقريبا احمر، غنكليكيو عليها وغندخلوا مباشره. يعني هاد التطبيق هذا كيحولنا يعني للصور ديالنا اللي عندنا في الهاتف ديالنا اللي كنكونوا يعني مسبقا خديناها يعني على حسب المحتوى اللي عندنا، وكنخليوها كنبداو نختاروا شنو هي الصور اللي غنديروا في المقدمه ديالنا. على سبيل المثال غناخذ هذه الصوره هذه، غنبقاو نختاروا الصور اللي غتوافق يعني الفيديو ديالنا. غناخذ هذه، غناخذ هذه، انا يعني كنقوم بتجربه وبالتالي غناخذ يعني الصور بشكل عشوائي. ناخذ هذه حتى كتبان لنا النافذه ديال نيكست، كنكليكيو على نيكست، وهنايا يعني الفيديو ديالنا ولا المقدمة ديالنا كتشوفو هي هادي. يعني نحتفظو بها، ما عجبتناش يعني غادي نبدلوها، غادي نديرو لها بلا عجبتنا غنديرو لها اكسبور. غادي نديرو لها اكسبور، وهنا غيبدا يعني التطبيق يحمل لنا هاد المقدمة على الهاتف ديالنا، وغننتظروا يعني حتى تحملنا 100%. وبعد ما يعني الفيديو ديالنا وصلنا النسبه ديال التحميل ديالو 100%، كتحل لنا هاد النافذه هادي، وكنكليكيو على سايف تو البوم. وهنا دابا يعني الفيديو كيتواجد لنا فوق الالبوم ديالنا مع التصاور وفيديوهات غنمشيو نكتشفوه. الفيديو ديالنا هو هذا، ديما الفيديوهات ديالنا يعني ما عجبناش يعني كنتخلصوا منه وكنحاولوا ما امكن يعني اننا نشوفوا يعني واحد اخر. وبالتالي كنكونوا يعني حصلنا على واحد الانترو جميله جدا واحترافيه بواحد التطبيق يعني مجاني اللي موجود يعني فوق الهاتف ديالنا، تطبيق يعني سهل الاستعمال ديالو
في الفيديوهات يعني المقبلة سأتطرق يعني إلى مجموعة ديال الخصائص اللي مازال ما اكتشفناها فيه. إذا عجبكم الفيديو ديرونا لي لايك، اشتركوا معنا في القناة وخليونا لي كومنتير. شكرا لكم جزيلا وإلى فيديو قادم إن شاء الله.